تعرف واحد تعرض للابتزاز؟ زين اذا تعرضت للابتزاز راح تسوي؟ قبل تقعدين تبكي؟ لا 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 بالعكس لا. يعني بهاي شيء جرياني يعني تخيل بروحك قتلت ولد اختي شخص دخل على الفيس مالتها واخترق الصور مالتها خطيب يعني كان استفزك بالصور؟ اي بالضبط. شو الاجراءات اللي اتخذتيها؟ اشتكينا عليه يعني انه اكو بنيه تنخطب اي وصاحبها قام يهددها انه بالصور والهاي ابو شاب حلل هالمشكله حلل هالمشكله اي تقريبا رحنا سوينا بلاغ لمركز الشرطه خابرنا بوقتها رائد عزيز ابو المشرف المجتمعي طبعا نحل بنفس الموضوع انت اجاك واحد هددك بصور ايش راح تسوي شوف شيء يريد يسوي معك انت ايش راح تسوي يعني استعين بحد كبير واخليه هو يساعد اروح اقول لابويا ابو ايش راح يسوي اروح اقتله اذا ما قدرت لازم تليفوني واكسره لا ماكو هيك حكي تعرف ليش لان هذا الشيء على جهه رقابيه يكون عليه مثلا الشرطه المجتمعيه مثلا مسؤولهم رائد عزيز مسؤول خاطئ صغير فوقه اكو رتبه عقيد نظام فوقه ملازمه ولا اكيد اكو هاي الشرطه هسه مال الامن الوطني أي. اي طبعا اقيم دعوه عليه بلغ الاهل وبلغ السلطات انه واحد يلجا للقانون افضل شيء واصلا حتى القانون قام يحاسب الابتزاز الالكتروني حاله من حال اي جرم سرقه قتل يعني اي جرم قانوني طبعا انا احد منتسبي الشرطه المجتمعيه بوزاره الداخليه استخدام الامثل لشبكات وبرامج التواصل الاجتماعي هو نصف الحل قل لي معناته شلون انه البنيه لازم ما تثق باي ولد مو اول ما تحكي تدزلها صورته ويعني انت البنيه ما متوازيه انه تدزين صوره هاي شغله واحده والبنيه اللي خلينا نقول ما عندها شيء نهائيا تبقي حسابها بالتليجرام مفتوح وهذا الحساب بي 6000 صوره تظل ما تعبي الرصيد ما تعبي الرصيد ما تعبي الرصيد يجي واحد يشتري السيم كارت ينزل يرجع مو صارت وياك طبعا اكو طريقه جديده تستخدم وصلتنا عليها عدد من الضحايا هو امن الشبكات تستخدم شبكه في مكان عام مثلا مول او كوفي او مطعم تفاتح من وسيط من تفتحها من خلال برنامج مالته راح ياخذ يطلع عندك لوج اوت يطلع خروج يسوي من البرنامج وبعدها بعد ما تدخل وتطلع المعلومات بالتالي راح يكون هو الشخص يطلع على كل معلومات افضل حل انه تاخذ البنات اكثر هي لا حد يدز صورتها مأمن حساباتك مأمن حسابات يعني ما متاكده ما يصير شيء متاكده من نفسي ما يصير تمأمن حساباتك كلهن اي فيس يوتيوب انستغرام سناب شات متابعتني اي تابعتك على يوتيوب قلبك هسه